لكن كلنا نعلم أن أيضا موسكو لديها دفاعات جوية S-300 وS-400 ومن الممكن أن تتصدى لمثل هذه الطائرات. لكن فرضا أسقطت هذه الطائرات وسيطرت موسكو على المجال الجوي وأسقطت هذه الطائرات، كيف سيكون موقف الولايات المتحدة لأنها هي أم هذه الطائرات، وسوف تخسر خسارة كبيرة منها اقتصادية ومنها معنوية بمثل هذه الطائرات، طائرات F-16 التي تتحدث عنها وتتباهى بها الولايات المتحدة الأمريكية. طبعا F-16 ليست هي الجيل الأول لدى الولايات المتحدة الأمريكية، الآن طائرة F-35 هي التي يعني تكتسح هذا الأمر. F-16 لديها أكثر من إصدار، لا أعتقد أن الإصدار الأهم هو الذي سيأتي إلى أوكرانيا، وأعتقد حقيقة أن الدول الأوروبية تقدم F-16 والF-19 من مخزوناتها الإصدارات القديمة، وتعدها الولايات المتحدة الأمريكية أن تزود الدنمارك وهولندا الإصدارات الجديدة للF-16. لا ننسى أن تركيا لديها مشكلة في الF-16، لديها 90 طائرة تحتاج إلى تطوير من جديد، ولديها الجيل القديم أيضا. إذن لا ننظر إلى الموضوع بأن يعني كل ثقل الولايات المتحدة الأمريكية في دعم الطائرات الF-16. كما تعودت أن نراقب المشهد، وجدت أن مخزون الأسلحة القديمة لدى أوروبا كلها تم الاستغناء عنها لأوكرانيا من أجل أن تعوض بأسلحة جديدة، وهذا الأمر يعني يجعل المعامل الأمريكية لديها يعني جهد وعمل متواصل لسنوات قادمة من أجل تعويض هذا المخزون للدول الأوروبية التي تدفع الفاتورة مسبقا، وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية لن يضر هذا الأمر. أما أن تسقط F-16، فأيضا إدارة F-16 هي إدارة يعني ستكون بطيران أوكراني، ليس مستبعدا أن يكون هناك إسقاطات، ولكن ما أرى حقيقة أنه سيكون هناك تحجيم لدور الطيران الروسي. أنت تتكلم عن سماء أوكرانيا تطير فيها F-16، لن تستطيع الطائرات الميج أن تكون متواجدة بأريحيتها، سيما إذا علمنا أن هناك بات دفاعات جوية باتريوت، وأيضا F-16 تستطيع المناورة والمشاغلة لها. لذلك أنا أعتقد أنه سيكون هناك ضريبتين، يعني فيما إذا أقدمت روسيا على أن تكون هناك مقارنة ما بين طيرانها والF-16 ستكون هناك خسارات أيضا بالجملة لروسيا. أما أن تستعين فقط في المضادات، فأعتقد أن مسافات المضادات ستكون ليست بالقصيرة، وبالتالي تستطيع أوكرانيا أن تتجاوزها. ومع ذلك كل شيء وارد، وجدنا أن سلاح الدبابات الذي وصل لأوكرانيا أيضا عانى من الدفاعات الروسية، ولكنها حرب مفتوحة. نحن لا نتكلم بالجيمز يعني ألعاب كمبيوتر، نحن نتكلم عن حرب، هناك قتلى وصل كما ذكرت تحديد 500,000 مقاتل. فماذا عن السلاح؟ أكيد سيكون هناك كثير من الأسلحة ستدمر وستخرج بالمعركة في حال دمار. أستاذ ياسر، أيضا هناك معضلة أخرى أمام أوكرانيا وتحدي آخر، أنه لا توجد بنية تحتية لمثل هذه الطائرات من مدرجات ومن مصانع بسبب الضربات الروسية، وإذا ما تم إنشاء بعض هذه المطارات أو كذا فستضرب مباشرة من موسكو. يعني أولا لنعود إلى الوراء قليلا، السلاح الاتحاد السوفيتي كان جزء كبير منه يصنع في أوكرانيا. طيارة الأنتانوف الأوكرانية هي أوكرانية الأصل، هي أكبر طائرة في العالم، صناعة أوكرانية. المهندسين الأوكران الذين يطورون ويعمدون على صيانة الصواريخ أو الطائرات، جزء منهم بات الآن في مشاريع مشتركة مع أكثر من دولة، حتى على مستوى تركيا والمملكة العربية السعودية ودول كثيرة باتت يعني تتم من خلالها رعاية المهندسين الأوكران. الآن سلاح F-16 على وجه التحديد في نفس الوقت الذي يتم تدريب فيه 70 طيار أوكراني من أجل قيادة F-16، هناك فريق من المهندسين يعمد على تدريبه من أجل تفكيك الطائرة وصيانة الطائرة. الآن معامل الطائرات وأماكن صيانة الطائرات الميج أو السلاح الروسي يمكن استبداله مباشرة إلى الطائرة وعبر نفس المهندسين إلى طائرة F-16. أيضا مدرجات التي ضربتها روسيا، أبسط شيء في موضوع ضرب المدرجات المطار، يتم إعادة ترميم المدرج خلال ساعات. يعني أنت هذا المدرج الذي ستطير منه الطائرة يمكنك أن تعيد تسميره بالشكل الأنسب خلال ساعات بالترميم، أعمال الترميم. لذلك أنا لا أعتقد أن المشكلة تكون هنا، المشكلة تكون بأن يكون السلاح جاهز،
الكوادر جاهزة، الطيارين جاهزين، وأعداد الطائرات كأسراب مقاتلة تكون كمياتها كبيرة. نعم أدركنا الوقت أستاذ ياسر، لكن سأتطرق إلى هذا السؤال أخيرا. دلالة تزايد كبير في ضربات أوكرانيا لروسيا بالطائرات المسيرة، ما دلالة هذه الزيادة الكبيرة خلال اليومين، وهل ستؤثر أيضا على الشارع الروسي؟ فعلا أنا أعتقد حقيقة أن الطائرات المسيرة هي يعني تقوم بأكثر من واجب بالحرب الدعائية والحرب النفسية. أولا تريد أن تشعر المواطن الروسي أن هناك حرب، كون أن هناك تغييب كامل على الإعلام الروسي بنتائج هذه الحرب وما آلت إليه هذه الحرب من نتائج. الأمر الثاني أنا أرى حقيقة أن هناك واجب على الجيش الأوكراني أن يقدم لشعبه لماذا تأخرت الحرب يعني بإنجازها، أو الجيش الأوكراني لماذا لم ينجز حتى هذه اللحظة تحرير أراضي، فيقوم بأن يكون هناك أهداف لها قيمة معنوية لدى الشعب الأوكراني. لذلك نجد على وسائل التواصل الاجتماعي الأوكرانية مزاج عالي لدى الأوكران من سخرية ومزاح عندما تكون هذه الطائرات المسيرة في عمق الأراضي الروسية ويكون لها دور. نجد أن الشارع الأوكراني كله يعني يسر بهذا العمل، ويكون لديه تعليقات ساخرة كثيرة على إمكانيات الروس وعلى ظروف الروس في هذه المواجهة. نعم الأستاذ ياسر النجار الأكاديمي والمحلل السياسي، أشكرك جزيل الشكر على كل هذه المشاركة في كل الملفات السوري والأوكراني. شكرا جزيلا لك أستاذ ياسر. مشاهدين الكرام، فصل قصير ثم نعود.